سامية محرز التي طال انتظارها من بداية السمستر. هي أستاذة الأدب العربي الحديث في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية، وهي مديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة أيضا. الأستاذة سامية تدرس أجمل فصول الأدب العربي من وجهة نظري، يعني الخاصة أروع فصول في حياتي درستها معها. يعني الأستاذة الدكتورة سامية محرز أسست مشروع بيت الترجمة، وهو المشروع المشترك بين المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية ومركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية. الأستاذة سامية لها العديد من المؤلفات، منها الكتاب المصريون بين التاريخ والأدب، حروب الثقافة المصرية، أطلس القاهرة الأدبي، وحياة القاهرة الأدبية، وأخيراً وليس آخراً الكتاب الذي هو موضوع هذه المحاضرة، ترجمة الثورة المصرية لغة التحرير. من فضلكم رحبوا معي. وشكراً على حسن الاستضافة، وأشكر القائمين على برنامج كذا جميعاً على يعني إتاحة هذه الفرصة لي من أجل هذا اللقاء معكم. لم أكن أتصور أن العدد بهذا الحجم والكم، ولكن أنا سعيدة جداً إني موجودة بينكم. قيل لي أني يعني أستطيع أن أخلط بين مستويات اللغة في الحديث، ولذلك سأفعل. لأن في مناطق معينة الواحد هيحب يتكلم عنها يمكن بالعاميه، ومناطق أخرى هتطرق لها بلغة أكثر فخامة إذا أردت. الحقيقة يعني جاية أمثل مجموعة، أنا هنا للحديث عن مشروع جماعي قام به عدد من الطلاب المصريين وغير المصريين في الجامعة الأمريكية. حضروا معي سيمينار كان اسمه ترجمة الثورة، وبما أنهم جزء منهم سافر بالفعل لأنهم في جامعات في أمريكا مثلا أو في إنجلترا، وبعضهم مشغول بفصوله في الصحراء زيكم هنا متمتعين بالتحرير، فأردت أن أعرفكم بهذه المجموعة، لأنني في الواقع ما أنا إلا يعني فرد أمثل هذا المشروع، وهو مش مشروعي، ده مشروعهم هما، فأنا في شدة الفخر في الحقيقة بالإنجاز اللي أنجزه. هتكلم عنهم بعدين، لكن حبيت إنكم تشوفوهم وتشوفوا مدى الاختلاف، ولكن أيضا السعادة والوئام وما إلى ذلك. فأنا يعني الوقت لن يسعفني في الواقع إني أتكلم بالتفصيل عن كل كتاب، فأنا عايزة أتكلم أولا عن الفكرة بشكل عام، من أين جاءت هذه الفكرة ولماذا، ثم أتطرق إلى المشاركين في هذا المشروع، من هم ومن أين جاءوا وكيف جاءوا إلى هذا السيمينار أو الفصل الدراسي عن ترجمة الثورة، ثم أتطرق إلى آليات تنفيذ الفكرة، كيف عملنا داخل هذا المشروع الجماعي، ولأنه جماعي يعني إزاي يعني تخلي الناس تشتغل مع بعض في مشروع زي ده، وما يكونش مجرد إن إحنا أفراد بنشتغل كل واحد على شيء، وإنما نشتغل كمجموعة بالفعل. وده كان تحدي بالنسبة لي وبالنسبة لهم، وأعتقد إن أستاذتكم أستاذة هبة ممكن تقول لكم الكثير عن المصاعب التي واجهتها هي وزميلها في العمل معنا، لأن العمل
معنى ليس بسهل، يعني بقدر ما هو شيء رومانسي وجميل إلا أنه هو أيضا شيء في تحدي كبير، لأننا يجب علينا باستمرار الحوار حول الاختلاف كأفراد داخل الجماعة. وإذا تبقى بعض الوقت في الآخر يمكن أقدر أعرض عليكم بشكل سريع جدا بعض مواضيع الفصول في هذا الكتاب. إذا هو كان مشروعا وأصبح كتابا، وأغتنم هذه الفرصة لدعوتكم إذا كنتم هتكونوا معايا في القاهرة يوم 11 فبراير، أي وهو تاريخ خلل الرئيس، تاريخ خلل الرئيس، سنحتفل إذا بصدور الكتاب مع يعني أعضاء المجموعة المتواجدون في القاهرة حتى الآن، وأرجو إن هم يعني هيكون عندهم فرصة يتكلموا هم كمان عن هذه التجربة. فخليني أبدأ، هل بتكلم بسرعة؟ مفهوم ماشي كلام؟ دعوني إذن أبدأ بالفكرة من أين جاءت وكيف تبلورت وما إلى ذلك. قد تعرفون يعني لا أعرف كم الوقت الذي أمضيتموه في القاهرة، لكن في العام الماضي عند اندلاع الثورة في 25 يناير كانت الجامعة مغلقة لأنه بين الفصلين الدراسيين، صح؟ فإذا كنا جميعا كثير من الطلبة، طلبة الجامعة والأساتذة والموظفين، يعني مجتمع الجامعة الأمريكية كان مشاركا بشكل يومي تقريبا في كل ما يحدث في ميدان التحرير. وفجأة وبعد خلع الرئيس في يوم 11 قررت إدارة الجامعة استئناف الدراسة يوم 12 فبراير. إذا يوم بعد خلع الرئيس وجدنا أنفسنا منفيين مرة أخرى في الصحراء، والثورة قائمة ومستمرة وملتهبة. فإذا بنا يعني إذا بهذا الإحساس يعني إن إحنا بنقتلع من قلب حدث تاريخي وهيبقى صعب علينا المشاركة فيه. فكان في استياء عام من قبل الأساتذة وأيضا الطلبة بشكل بين وواضح يعني. وللتخفيف والتهوين على الجميع قررت إدارة الجامعة الأمريكية أن تدعو الأساتذة إلى خلق كده مواد دراسية جديدة في الحال، يعني احنا كنا داخلين يوم 12 وبيطلب منا ان الكورسات تدرس ناو. وطبعا ده كان يعني كان ترك الينا كأساتذة حرية اختيار اذا كنا بالفعل نريد تغيير المواد لمواكبة احداث الثورة ام لا. وأنا في الواقع كنت حدرس فصل عن ترجمة أدب الأطفال، فإذا وجدت أنه يعني بما أنه نفس المجال يمكنني بالفعل أن أغير من موضوع السمينار، وإني أخلي يبقى ترجمة الثورة. بالنسبة لي ده كان شيء مهم جدا على المستوى الشخصي، لأنه كان وسيلة من الوسائل استمرارية التواصل مع الحدث بالرغم من غيابنا عنه. ومن حظي السعيد جاء إلي 10 طلاب عندهم نفس الهائس، يعني أنه مسألة الاقتلاع هذه والإحساس بأهمية مواكبة الحدث، وبرضو يعني بمشيئة إلهية إذا أردتم انقسموا كده إلى 5 مصريين و5 غير مصريين. بعضهم
يعني المصريين طبعا عندهم العربي والانجليزي ولغات اخرى. عايز اتكلم عن اللغات. احنا كان في المجموعه ما بينهم كان عندهم عربي انجليزي فرنساوي اسباني نرويجي وبعض العاب اللي يعني احدى المشاركات ايضا تقرا بالعبريه. فاذا والياباني ام سوري احنا كمان كان عندنا ياباني. انت فاكره الحاجه. فكانت في الحقيقه مجموعه يعني لو كنت تمنيتها بالشكل ده في حلم مش ممكن كانت تتحقق بالشكل اللي اتحقق في الواقع. هذه التعدديه وتعدديه اللغه والثقافات. وكان الجميل طبعا ان كل هؤلاء عاشوا في ثقافات اخرى، مش بس زاروا اماكن اخرى وانما انهم عاشوا في ثقافات اخرى. وده كان مهم جدا بالنسبه لتجانس هذه المجموعه. فاذا طبعا الجميع كان جاي بالسؤال الكبير، ماذا نترجم وكيف نترجم. طبعا كلنا كنا بننزل التحليل، واعتقد انه بشكل يومي كل من جاء الى هذا الفصل كان واعي تماما ان هذه الثوره تترجم نفسها بنفسها يوميا وتطلب المزيد على مستويات متعدده. وطبعا تركيزنا كان على الانتاج الثقافي الذي افرزته هذه الثوره الذي تجلى على المستوى الشفاهي بالطبع، المكتوب المرئي ولكن ايضا التمثيلي. فان هذه الثوره بالفعل افرزت انواع جديده من الانتاج الثقافي كان يجب علينا كناس مهتمين بالحقل الثقافي واشكاليات الترجمه ان احنا نتعرض ونتطرق لكل هذا. طبعا كان في مثاليه الثوره الاولى ان الثوره هي 18 يوم في التحليل، يعني سذاجه الايام الاولى، وكنا يعني نتصور ان احنا ممكن نحجم هذا المشروع في التطرق ل 18 يوم الاوائل، ولكن بسرعه تبين لنا جميعا ان هذا مستحيل وان المشروع الثقافي الثوري متجدد بشكل يومي على كل المستويات، وان يجب علينا كمجموعه اذا مواكبه هذا المشروع بكل الابعاد. فلذلك الكتاب بالفعل انفتح على الثوره حتى يوم تسليم المقالات او الفصول في صياغتها الختاميه يعني. فطبعا يمكن هبه تقدر تقول لهم كانوا بدات الشكوى مني لانهم كانوا بيكتبوا كتابه موازيه للحدث باستمرار وفي لهف وراء المزيد ده دول هيحكموه اكتبوا لازم دول ماسبيرو اتسف. فاذا مساله اللحاق بالحدث كان شغلهم الشاغل حتى اخر بحث. عظيم. فاذا تجمعت هذه المجموعه وانا هقول لكم بمنتهى الصراحه وهذا يعني اعتراف ان انا في الاول كنت اتصور من غروري انني ساقوم بهذا المشروع وحدي، اي انني جئت الى هذا الفصل الدراسي متصوره ان من وراءه ساخرج انا بكتاب وان يكون كتابي. ولكن في الواقع عندما اجتمعت بالمجموعه الجميله دي ورأيت الحماس في أعين الجميع، في الحالة بقى يعني فهمت إن الحدث حدث جماعي وإن ما سينتج عن هذا الحدث يجب أيضا
أن يكون عملا جماعيا. ولذلك اتضح يعني بشكل قاطع أن ده هيكون مشروع المجموعة. طبعا دي كانت الجزرة، يعني قلت لهم بصوا لو اشتغلتوا بقى كويس ده هيبقى كتاب. فطبعا يعني دي كانت اعتقد اولا كان فيه الحماس الجميل ده، لكن الهدف ايضا اعتقد انه كان مهم جدا في توجيهنا جميعا وتوجيه الشحنه الموجوده في هذه المجموعه. فمساله الجزره دي في اول السمستر كان الدافع في الحقيقه للجميع انه يعمل اقصى ما في وسعه عشان نقدر نصل بالمشروع الى مرحله النشر. وانتم تعيشون في الولايات المتحده وتعرفون مدى صعوبه ان نرتقي بالكتابه الى مرحله النشر، مش سهل يعني. كتابه ورقه بحثيه ده قصه شيء، ولكن الارتقاء بهذا العمل البحث الاول الى مستوى النشر فده قصه ثانيه. فلكم ان تتصوروا كم المجهود الذي بالفعل يقف وراء هذا العمل، لانهم فعلا هلكوا كمجموعه. فاذا زي ما بقول تخليت عن الفكره الفرديه وانحست الى الفكره الجماعيه، وطبعا الانحياز ده كان انحياز جماعي. طب نعمل ايه بقى؟ نشتغل ازاي؟ لان في الواقع كان في زي ما بقول المجموعه بينها ناس لغتهم لغه الام هي العربيه ويتحدثون لغات اخرى الى جانب العربيه، ولكن كان هناك مجموعه اخرى يعني مستواها في العربيه في الحقيقه محدود الى الغايه. لكن ده ما كانش يهمنا لان المشروع كان مشروع جماعي. فاذا كانت الخطه اذا اردتم هي توليف جماعات من المتحدثين بالعربيه مع غير المتحدثين بها الذين ياتون الى النصوص بمهارات اخرى، مهارات لغات اخرى. فاذا مساله ان هم يعني ينقسموا الى مجاميع مختلطه ليعملوا على مشروع واحد، يتعاونوا كلهم باستمرار على انجازه، نص ما او يعني وجه ما من اوجه الثوره. وفي الحال هم اخذوا اتخذوا مبادره ان هم يخلقوا بلوج مدونه للفصل. ما اعرفش اذا حد يعرف هذه المدونه، لكنها يعني كانت عايزه اقول يعني مش عايزه اقول كده بس هي كانت كده كانوا بيرموا فيها كل المسودات الاولى للمشاريع الجماعيه التي ينجزونها. واذا ولذلك انا بقى انا عندي الرابط للبلوج ده والمدونه دي حالا هديهولكم. لكن اذا دخلتم جوه المدونه هتجدوا مش بس الترجمات التي انجزتها هذه المجموعات، وانما ستجدون كل ما يقف وراء هذه الترجمه، كل المناقشات، كل الاختلافات، اتخاذ القرارات، الانحياز لاختيار ما على اختيار اخر. فاذا يعني ستستقرئون آليات العمل المختبئة وراء النص الذي يطرح أمامكم كنص يعني كامل منتهي. ماشي. طيب بعد هذا يعني مسألة التنظيم هذه كان عليا اني في حاجه مهمه عايزه اقولها لكم ايضا،
كل هؤلاء، وانا عايزه اعرف باسمائهم بما انهم موجودين معانا في الغرفه. فوق خالص كريس كومز، جنبه على طول مارك ديزونا، ده كانتارو تيارا، دي سارة هواس، لويس ساندرز، سحر كريتيم، لورا جربن، أميرة طه، وهبة سالم طبعا، وأنا. وزي ما انتم شايفين يعني في الأسماء نفسها بتعرف عن المجانين منين. لكن الأهم من الأسماء والشكل، إن الناس دي كلها جاية من تخصصات مختلفة. فإذا الفصل لم يكن متعدد على مستوى اللغات وعلى مستوى الجنسيات وعلى مستوى التجربة الثقافية، وإنما كان متعدد أيضا في تخصصات أعضاء هذا الفصل. فمنهم من كان متخصصا في مثلا عندنا أنثروبولوجي، علوم سياسية، أدب مقارن، جورناليزم، صحافة، ميدل ستاديز، دراسات شرق أوسط، تاريخ، وما إلى ذلك. وأعتقد أن تعددية التخصصات دي كانت مهمة جدا في هذا المشروع، لأنه أصبح اتضح للجميع أولا حدود كل تخصص، وأننا في الواقع موجودين سويا للخروج على هذه الحدود، ولكن الاستفادة أيضا من كل المجال المعرفي في هذه التخصصات. فهم جاءوا معهم إلى هذا الفصل المتخصص في دراسات الترجمة مجموعة من الحقول المعرفية بأدواتها وتقنياتها اللي قدروا هم يوظفوها في قراءات النصوص بعد ذلك. وده كان مهم جدا لأنه أثرى العمل والرؤية في الترجمة بشكل بين. ولما تشتروا كتاب هتشوفوا، لما الكتاب ينزل يعني تشتروه هتشوفوا. فإذا كانت يمكن أول عايز أتكلم عن التجربة الأولى، وأنا جايباها معايا عشان تشوفوها على الطبيعة. كان مهم جدا بالنسبة لي أنا إني أحاول أزحزح أفكار نمطية شوية عن ماهية الترجمة، يعني إيه نترجم، ما يعني ماذا نعني عندما نقول سأترجم عملا. هل هي مسألة نقل مفردات من لغة إلى لغة أخرى، أم أن مسألة الترجمة مسألة أكثر تعقيدا وأكثر تركيبا إلى حد بعيد جدا من ذلك، وأن هذه هذا المسعى الى الترجمه يدخل في اطاره معرفه ثقافيه تاريخيه سياسيه، هي جزء لا يتجزا من عمليه الترجمه. وطبعا مساله التعدديه هذه ساعدتنا كثيرا في محاوله الايمان بكل هذه الابعاد في ادارتنا لعمليه ترجمه. فطبعا في الاول كان في نوع من السذاجه، لان دول طلبه مش متخصصين في مجال الترجمه، هم متخصصين في مجالات اخرى وعندهم لغات. وبعدين في حاجه مهمه جدا، مساله ايه؟ مش كل واحد بيتكلم ثلاث لغات يعرف يترجم. يعني المساله مش مساله كم اللغات التي المتراكمة لدى الفرد، وإنما هي مسألة التفكير أبعاد عملية الترجمة بشكل. فطبعا كان اختياري في أول الفصل اختيار متعمد لمشروع صعب،
عشان يبان كده على طول هي ايه المشاكل، لان لو كنا اخذنا اشياء سهله كان هياخدنا وقت حتى نتعرف على المشاكل. ولكن كانت البدايه بشكل يعني مقصود بدايه صادمه. فطلبت منهم اول ما طلبت ان يترجموا مقطع من قصيده عبد الرحمن الأبنودي الشهيرة التي صاحبت، التي طبعا كانت قد قدمها في الأيام الأولى للثورة المصرية، وصاحبت بعد ذلك أغنية، الأغنية التي تعرفونها جميعا أعتقد، مش كده؟ صوت الحرية. عارفين أغنية صوت الحرية؟ لما بتسمعوا أغنية صوت الحرية هناك شاعر صوت رجل يلقي قصيدة أو مقطع من قصيدة بالعامية. هذا الشاعر هو الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. طيب ليه كان هذا المطلب؟